الشريفة. أي أنا أسألها الأنبار وأسألها البغداد وأسأل ديانة وصلاح الدين، هل يستطيع شخص في يوم الانتخابات أن يرفع العلم الإسرائيلي داخل محافظته؟ أنتم بالاستفتاء رفعتوا العلم الإسرائيلي من جنب بلادكم يا أخي. اعتقلوا في لحظتها، اعتقلوا في لحظتها عمي، تابع الأخبار الله يخليك. كان يشعلي إذا أنت بيك زهايمر سياسي يا أخي العزيز، يا أخي العزيز. نعم اعتقلوا، أنا شخصيا خبرت عن 5 مع مدير الشرطة في أربيل اللي رفعوا العلم الإسرائيلي في ساعتها، اعتقلوا وألقوا في السجون، وأطراف من داخل الأحزاب الشيعية هي التي كانت تدفعهم. لا 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 أخ أحمد، لا أبدا لا أبدا، أي واحد رفع العلم الإسرائيلي في أربيل كانت تصرفات فردية، واعتقلوا وألقوا في السجون. إذا جنابك ما تتابع عني شو أسوي؟ سيد محمد اسمح لي. سيد أحمد، تعتقد هذا الخطاب اليوم وهذه الاتهامات المستمرة من قبل حضرتك ورؤيتك ومحترمة أكيد، تعتقد راح تحل الأزمة اللي موجودة والمتضرر منها المواطن؟ قال علي ثق والله العظيم، لولا وقوف الاخوان الاكراد مع المكون السني مع السيد مقتدى ما كان وصلنا لهذا الانسداد. احنا الان يا اخي واقفين ويا يا سيد احمد، واقفين ويا منو؟ الله يخليك، هم شركائهم بالبلد وهم كتل فاعله. لا 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 لا، اما الاخوان الاكراد من 2003 الى حد 2018 على شق الصف السني، لا اله الا الله، ارادوا باي طريقه وفعلا نجحوا، وحاليا جاي يعملون على شكل يا اخي يعني هذه معلومه مو ممكن ان اشرحها، هي معروفه. شنو يعني شنو؟ هم يحبون سيد مقتدى الصدر؟ اريد مشترك واحد هو سيد مقتدى الصدر. ما شاء الله انتم ايش قد تحبون سيد مقتدى الصدر؟ زعيم شيعي كبير مسيطر على جماعته، هم بالنسبه لهم سيد مسعود مرزاني. بعد احنا نعرف الصدميه حاله على صدام حسين، صدام اذا قال صدام قال العراق واذا قال لا لا.